مشاركة في برنامج أحلام؟ أنا بتمنى لأنه أحلام بحبها كتير، أنا حبيبة قلبي. أنا بحبك بحبك تضلك وكتل النشاط شغل فصيلة، يعني سألت برنامج دائما موجودة مع الناس. أنا شفت الأستاذ غسان مسعود قبل ما يجي وبيوجه لك تحية، كان موجود وقال لي أنه نحن مع مطربة سوريا الأولى منشجع بقلبي ونحن بنفتخر فيك أستاذ عظيم. طلب طلب شو؟ قال انه ميادة رائعة، بدنا اياها تضل تواظب نجاحاتها وما تتخلى عن الكسل شوي. لا لا انا ماني كسلانة الحقيقة، بتعرف اجت ظروف الانسان بيعيشها، اجت الكورونا، اجى يعني الواحد بيقول الان سنراكي صعبة شوي، هلا حتشوفوني بكتير اعمال ان شاء الله. ان شاء الله. محسن جابر قال في مجموعة اعمال قديمة بدها ترد معك. هلا في لحن للاستاذ العظيم بلي حمدي اسمه ما بتنسي، يعني ما بتتنسيش وانا فهذا اخر لحن نحن سجلناه، وان شاء الله هو حي يعني بده توضيب شوي. يا مساء الخير. نورتوني اليوم وأنا سعيدة كتير بوجودكم، وتحية من سوريا، تحية حب وتقدير إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا. وبشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ أتاح لي هالفرصة لأجي للسعودية وأشوفكم يا حبيبي. شكرا لك.